هنرسم عندنا حاطين ورقة عشان ما نبهدلش الترابيزة. جميل. وعندنا ورقة كده، مش أي ورقة، مش عارفة هي دي ورقة إيه. هذا ورق مقوى، ورق مقوى. أيوة. نحتاج ألوان مية. حلو. نحتاج ألوان مائية بألوان مختلفة. وبس الألوان اللي تجي سواء بالفرشاة هذه اللي تكون صلبة شوي، أو اللي تجي سائلة ونزودها بالموية. تدري واضحة في الكاميرا ولا لا؟ وعندنا مناديل. وعندنا مناديل عشان المويه وكذا، الالوان المائيه تحتاج مناديل. وبنشوف عندنا شيء متميز الان ان شاء الله بنسويه. اذا بتهدي واحد شيء او بتقول له مثلا هديه في العيد، عيد الفطر او عيد الاضحى او كذا، ترسل له هديه، جميل جدا يكون فيه كرت تكتب له فيه شيء متميز، ويكون شكل الكرت جميل. في كروت جاهزه، بس الكروت يعني الجاهزه واضح انها جاهزه، يعني احنا اكيد الواحد سوى شيء يكون متميز اكثر، صح؟ هنعمل تكلفه بسيطه والالوان بس والورق ده. جميل جدا. يلا ايش رايك نسويها؟ ماشي. يلا وبعدين بنكتب في الاخير شيء هنا ايش؟ مش هنقول لكم عليه دلوقتي ان شاء الله باذن الله. طيب احنا هنرسم هنا الشجره. اها بنرسم شجره، صح؟ صح. بس الطريقه مبتكره وجميله جدا، وان شاء الله بتكون نتائج جميله جدا بطريقه سهله سهله. وخلينا نشوف مع بعض ايش بنسوي. اول شيء الشجره مكونه من ايش؟ مكونه من قلم. جميل جدا. قلم يرسم لانها شجره خياليه او رسمه. الشجره تتكون من جذور وغصون واغصان وكذا. تتكون من ثمار، صح؟ ممكن نرسمها بقلم الماركر الاسود او عندنا قلم بني اللي هو في الماستر. جميل جدا. طيب وعندنا هذا القلم البني او ممكن نرسم بالاسود. خلينا نجرب بالاسود مره، ممكن نرسم في الجهه الثانيه بالبني، ايش رايك؟ أوكي. يلا نجرب اول مره نرسم. يلا نرسم. طبعا هي رسمه بسيطه جدا، الهدف منها انه يكون في شكل خط. جميل كذا. طيب هذا اول شيء لسه ما كملنا، بس ايش عشان يكونوا متابعين بس معنا. بس شكلها في الاخر هيبقى حلو قوي ان شاء الله باذن الله. هذا هذا غصن من اغصان الشجره، وهذا غصن ثاني، ايش رايك؟ عندنا هنا غصن ثالث، وعندنا غصن رابع، وعندنا هنا غصن ممكن خامس، ممكن سادس. سود غصن هنا. طيب طلع لنا هذا الشكل، هذه ان شاء الله يكون واضح. طلع لنا هذا الشكل، رسمنا خطوط جميله كذا. ممكن بعد شوي بنشوف ايش بيصير او ايش كيف الشكل بيصير معنا. وبعدين هنحتاج رمل بصوابعنا، وبعدين بنغسل ايدينا علشان الفرشه هتعمل لنا الشكل اللي احنا مش عايزينه. جميل جدا. انا هحط اللون الاحمر. يلا نستخدم اصابعنا كده. يلا وبعدين احط هنا واحده كده. حلو. هذه اول واحده، خليهم يتابعون معانا. اول واحده، هذه اول واحده، الباقيين بيكونون بنفس الطريقه، لكن خلينا نشوف اول واحده معانا. طيب احنا هنا حاطين ورق ابيض كثير او علشان ورق عشان ما نبهدلش الترابيزه، لكن لو احنا في البيت وعندنا مثلا اي فرشه او اي حاجه احنا مش محتاجينها نحطها على الارض. حلو. وعندنا صح، عندنا مناديل وعندنا اشياء كثيره عشان ايش؟ لا نوسخ البيت. طيب ونختار اللون الثاني. طيب في كل مره، بدل ما كل مره نسوي واحده بس، بنسوي كثير بنفس كميه الالوان، ايش رايك؟ ماشي. يعني كذا مثلا هذا واحد، وانا وكذا ممكن واحد. طيب يلا هنا واحدة. حلو ما شاء الله، هذه برتقالة شكلها، صح؟ اه. وهذه تفاحة حمراء، وهذا توت أزرق. يلا ها. والأصفر. وعندنا أصفر. لا عندي. إذا بنغير اللون أكيد بنغير بنمسح صح اللون، صح؟ صح. عشان لا يصير عندنا اختلاط ألوان كذا ويخرب الشكل. يلا عندنا الآن أخضر. يلا الأخضر أهو هنا. تمام. ممكن أمسحها وأعمل أصفر. حلو. ممكن أنا ممكن أسوي أحمر كذا مثلاً. الاصفر اهو. اوه طيب ما يخالف عادي لان الوان مائيه فتروح عادي. يلا واذا الاصفر يلا سوي اكثر من واحد اصفر. يلا عشان لا نعيد. يلا ها كذا كذا مثلا كذا. شفتي؟ ها يلا سوي اصفر كثير. وزعي هنا اصفر هنا مثلا وهنا اصفر. جميل. هنا اصفر. لا هنا برا بسوي له جذع ما يخالف، بسوي له غصن. ها يلا عشان فيروز بس الشجرة هذه زاد لها غصن. يلا ونعمل ايه تاني؟ وخلاص يعني ممكن اشال ازرق اقل شيء، بزود شويه ازرق انا بس عشان هذا واحد ازرق ازرق واحمر، يعني توت على تفاح، وهذا اخر واحد. يلا نشوف الرسمه الجميله طلعت معانا. في لون حلو، اللون ده حلو، لون جميل صح، لون بنفسجي.
علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.